بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم طلابنا الأعزاء في محاضرة جديدة بعنوان الفايروول، وهي هتكون المحاضرة الرابعة. أوكي، خلينا نبدأ كالمعتاد بالليرنينج أوبجكتيفز لهذه المحاضرة. أول ليرنينج أوبجكتيف هو اكسبلين فايروول كونسبتس، واللي حنشرح فيه المفاهيم المتعلقة في الفايروول أو الجدار الناري. تاني أوبجكتيف حيكون عندنا اللي هو اكسبلين فايروول أكشنز أند تايبس، هنشرح فيها انا شو هي الاكشنز متعلقة بالفاير وولز وايش هي انواع الفاير وول. ثالث اوبجكتيف حنشرح فيه اكسبلين ذا اتاكس اون باكيت فلتر فاير وولز اند ابروبريت كاونتر ميجرز. حنشرح فيها انا نحكي بالتفصيل شو هي الاتاكس الممكن تكون على الباكيت فلترينج، وايش هي الطرق الممكن نتبعها عشان نتجنب هيك اتاكس. بالنسبة لرابع اوبجكتيف حكون ان اكسبلين فاير وول ديبلويمنت اركتكتشرز، واللي حنشرح فيها آلية تنصيب او الاركتكتشر او التصميم الخاص لتنصيب الفاير وول في النتورك. واخر اوبجكتيف حيكون عندنا اندرستاند فاير وول بوليسيز، واللي حنشرح فيه على الفاير وول بوليسيز اللي موجودة بالفاير وول. اوكي، خلينا نبدا في brief introduction او overview عن ال network firewall. So زي ما احنا شايفين a firewall is a part of computer system or network designed to stop unauthorized traffic from flowing from one network to another. فاول شيء هم بدنا نشوف انه الفايروول هو ممكن يكون عبارة عن جزء من الكمبيوتر سيستم، ويسموها personal fireworks، او ممكن يكون جزء من network واللي هو network firewall، واللي هو عنوان السلايد هذا. طبعا هو بصمم انه يعمل ستوب او يعمل على ايقاف الترافيك الان اوثرايزد او الترافيك خلينا نحكي اللي الميليشيس ترافيك اللي بتروح من one network to another network. في تاني بوينت عندنا in firewall all inbound and outbound network traffic will be checked by the firewall. يعني هنا احنا بنحكي كل الفايروول كل النتورك ترافيك اللي داخل على الشبكه واللي طالع من الشبكه، الفايروول ما يعني لازم يشوف شو هو الكونتنت تاعه او الباكيت هيدر تاعت الباكيتس اللي بتكون في الانباوند والاوتباوند نتورك ترافيك. طبعا في اخر نقطه عندنا if the firewall identifies packets as a legitimate packet then it allows them to go to another side of the firewall, otherwise the firewall will not allow the packet to the intended destinations. يعني بهنا بنحكي انه بالوضع الطبيعي انه لو عندنا legitimate packets او الباكيتس هي يعني طبيعيه ما فيها ما بتحتوي على اي attacks، الفايروول حيسمح لها تروح على الديستنيشنز اللي هي المفروض تروح عليه. لكن اذا الفايروول او الباكيتس هذه فيها مثلا بتحتوي على ميليشس او هي ميليشس باكيتس، ممكن الفايروول في الوضع هذا حيوقفها، مش حيخليها تروح على الديستنيشن المفترض تروح عليه. طبعا هذا هو المين كونسبتس او الوظيفه الرئيسيه للفايروولز، انه يعمل تشيك للباكيتس. طبعا لما نحكي انه الباكيتس الاو نوت الاو، طبعا بناء على رولز بوليسيز اوريدي معرفه في الفايروول مسبقا. خلينا نحكي على اكزامبل هان. زي ما احنا شايفين في عندنا اول شيء المسج الجرين مسج اللي شايفينه هان. اذا هاي الجرين مسج عباره عن الاستيميتس، حتروح من الفايروول ل الانتندد ديستنيشنز، على سبيل المثال من الانترنت رايحه على هوست A. لكن لو في عندي مسج من الانترنت رايحه لهاي الشبكه هذه، وهذه الباكيتس هي عباره عن ميليشس باكيت او تحتوي على ميليشس كود اور اكتيفيتيز، فاير وول هان حيعمل لها ستوب ومش راح يسمح لها تروح على الديستنيشنز. فهذا عباره عن example مبسط، او خلينا نحكي illustrative example بيشرح آلية عمل الفايروول كمين كونسبت. طبعا لما نحكي على فايروول اكشنز، في عندنا ثلاث انواع من الاكشنز. اول اكشن هو الاكسبتد، ثاني شيء denied، وثالث شيء rejected. هذول الثلاث انواع من الاكشنز اللي الفايروول بطبقها على الباكتس. اوكي، الباكتس اللي هي اللي بدها تروح من السورس للديستنيشنز.
طبعا خلينا نشرح شو هي الاكشن هذا بالتفصيل. لما نحكي اكسبتد يعني permitted through the firewall، يعني حيسمح لها انها ترو على الفايروول. denied يعني not allowed through with no indication of the failure، يعني مش راح نسمح لها انها تمرق لكن ما في سبب الرفض او الفشل انها تروح الباكت من السورس للديستنيشن. الفايروول مش راح يعني يعلم فيه الادمنستريتور او نتورك ادمنستريتور او اليوزر. بالنسبه للريجكتد هي not allowed through لكن فيها او inform the source that the bucket the reasons why the source bucket was rejected، يعني بدينا اياها شو هي السبب انه الباكت هذه rejected، يعني على عكس الدينايت اللي ما بتدينا شو سبب السبب الدينايت لهي الباكت. طبعا لما نحكي على actions طبعا هي بتكون وفقا على policies or rules. خلينا briefly نحكي على البوليسيز او حنحكي فيها بشكل اكثر تفصيل في السلايدز القادمه. So policies used by firewall to handle buckets are based on several properties of the buckets being inspected including the okay. So خلينا نحكي انه البوليسيز هذه اللي بتستخدم بالفايروول اللي هي بتعمل واللي هي بتفحص الباكتس او هاندل الباكتس بتعتمد على عدة خصائص اوكي، واللي بتشمل هي البروتوكولز. مثلا ممكن تعمل تشيك للبروتوكول سواء كان على سبيل المثال تي سي بي او يو دي بي، بناء على السورس او الديستنيشن، بناء على السورس او الديستنيشن بورت، او بناء على الابلكيشن ليفل بيلود اوف ذا باكيتس اكزامبل whether it contain a virus or not. اوكي لما نحكي بيلود هان طبعا احنا هان في يعني في الاول ثلاث بروبرتيز احنا بنحكي على باكيت هيدرز، على انفورميشن موجوده في الباكيت هيدر، لكن هان احنا بنحكي على بيلود. لما نحكي على البيلود للباكيتس يعني احنا بنحكي على we will inspect the bucket to check the signatures the malicious signatures. عاده الفيروس او الفيروس لو بنحكي على كمبيوتر على بيرسونال فايروول بنشوف مثلا على السيجنتشرز بتاعت الفيروس. اما لما نحكي مثلا على نتورك ليفل ممكن نحكي على سيجنتشر لنتورك وورم اللي حنحكي فيها ممكن في محاضرات سابقه بريفلي شو هي نتورك وورم. لكن هذا هو الفكره انه لما انا افحص البيلودز يعني انا بفحص على سيجنتشرز معينه اللي هي بتكون اوريدي اسوشيت او مرتبطه في ميليشس باكيتس او ميليشس كود زي الفيروس او النتورك وورم. طيب الان لما نحكي الاكشنز هذه ان الفايروول اكشن اللي حكينا عليها الثلاث انواع تتطبق على تو تايبس اوف فلترنج. اول تايب اللي هو الانجريس فلترنج والثاني تايب اللي هو الايجريس فلترنج. طبعا اخذنا الكونسبت الانجريس والايجريس في الانترفيس لما حكينا على السويتش. طبعا تقريبا نفس الكونسبت يعني نفس المعنى تقريبا. فلما نحكي على زي ما حكينا انه الاكشن هذول بتطبقوا على هذول التو تايبس. So ingress filtering which inspect the incoming traffic to safeguard an internal network and prevent attack from outside, while the second type will egress filtering which inspect the outgoing network traffic and prevent the user in internal network to reach out to outside network. Okay, فهنا انه احنا briefly يعني هنا زي ما احنا شايفين هنا عبارة عن summarizations. ف الانكريس فلترنج يعني انا بفحص الانكومينج ترافيكس او الايجريس بفحص الاوتجوينج ترافيكس. اوكي مثلا انا لما نحكي على الانباوند ترافيك يعني بفحص الباكتس اللي جايه لي على انترنال نتورك او هي اللي هي سبوزلي تكون سكيورد انترنال نتوركس. لكن انا لما احكي على ايجريس بفحص الباكتس اللي طالع من السكيورد نتورك او من الانترنال نتورك اللي طالعه على مثلا على سيرفيس موجود على الانترنت. فانا بتاكد هان انه اليوزرز انه الباكتس مش رايح على مثلا على بلوكينج سوشيال نتورك سايتس او على ميليشس مثلا ويب سايتس. فهان انا بتاكد منها في عن طريق الايجريس فلترنج. فهدول النوعين اللي موجودين في الفايروول. طب احنا زي ما احنا شايفين احنا دائما بنحكي على باكيت 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 يعني الفاير وول هو بيعتمد على تشيك ذا باكيت كونتنت تشيك ذا باكيت هيدر. لكن شو هو الباكيت عندنا بريفلي انه فاير وول تشيك افري سينجل باكيت ترانسفيرسينج ذا نتورك. اوكي يعني اي باكيتس انها بتمرق على في الشبكه احنا الفاير وول حيفحصها. فور اكزامبل يعني لما نحكي مثلا اني يوز داونلود ا بيج
size file from the internet. The data of the file is divided into small chunks called buckets. So each bucket consists of two parts. The first one is the bucket header, and the second part is the bucket payload. حكينا إنه البكت هيدرز هو بيحتوي على fields معينة زي source IP, destination IP, بيحتوي على مثلا source port, destination port. وحكينا إنه البكت بيلود أو البكت كونتنت هي اللي عادة بيكون فيها السيجنتشر اللي خاص بالفيروس اللي خاص بالنتورك وورد. So زي ما احنا شايفين هان الباكيت هيدر كونسيست اوف انفو such as زي ما حكينا في عندك سورس ديستنيشنز وال ذا بيلود كونسيست اوف ذا باكيت كونتنت. طبعا هي عندنا احنا مثلا على سبيل المثال هي عندنا المسجز. اوكي فكل مسجز زي ما حكينا بتحتوي على تو بارتس او تو باكيتس سوري يعني في عندنا اكثر من باكيتس فكل باكيتس بتحتوي على تو بارتس. هاي اول بارت اللي هو الباكيت هيدر والبيلود. اوكي فالفاير وول بعض الفاير وولز بيفحص البيلود. اوكي وفي الاغلب انه الروس تطبق على الباكيت هيدرز على فيلدز زي سورس اي بي ديستنيشن اي بي والديستنيشن بورت والسورس بورت. طب خلينا نحكي الان على البلاك ليست والوايت ليست واللي هم تو فاندمنتال ابروشز تو كرييتنج ذا فاير وول بوليسيز اور رول سيت. طبعا لما نحكي انه بلاك ليست وايت ليست يعني في عندي انا رولز. انا طبعا اي باكيتس بتيجي جايه على الفاير وول سواء كانت ان باوند او اوت باوند الفاير وول حيفحصها حيشوف الباكيتس هل هي موجوده. على سبيل المثال في البلاك ليست ابروش واللي هو all باكيتس ار allowed to throw except those that fit the rules defined specifically in the black list. اوكي سو انا بحكي انه هذه انه كل الباكيتس ممكن باس او تروح او تتعدى الفاير وول ما انها مش معرفه بالبلاك ليست. اوكي فعلى سبيل المثال زي ما حطينا مثلا على سبيل المثال حكينا في البلاك ليست انه مثلا عرفنا رولز انه في عندي during the office hours اليوزر مش لازم يعملوا اكسس مثلا لسبيسيفيك سوشيال ميديا ويب سايت from time for specific time frame يعني from to. اوكي سو الرولز هنا انا اول ما تجيني باكيتس بشوف انه اوكي هل الايجريس ترافيك اللي هو رايح من اليوزر الموجود على الشبكه عندي راي على 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 الويب سايت او الدومين هذا ضمن الوقت البري ديفايند في البلاك ليست. اذا صار ماتش عندي ما بعمل له بعمل ديناي. اذا ما صار ماتش اوكي الفاير وول بيسمح له انه يعمل اكسس لهي الدومين. فهذا يعني اكزامبل بسيط او مثال بسيط عن البلاك ليست. سو البروس فليكسبل ان انشورينج ذات ذا سيرفيس تو ذا انترنت تو انترنال نتورك از نوت ديستربد باي ذا فاير وول. انه انا بقول لك انه فليكبل ان انشورينج. اوكي انه بتاكد انه السيرفيسز اللي موجوده في الانترنال نتوركس ما بصيرها ديسترب من الفاير وول. اوكي ولكن مساويها انه ان اكسبكتد فورمز اوف مالشس ترافيك كود جو ثرو. يعني هان بحكي لك انه في ممكن يكون في عندي شكل من اشكال المالشس ترافيك او اللي هي الكود او الترافيك اللي هو مالشس ترافيك يعني الكود الجنريتد من الانترودر او الاتاكرز ممكن يعدي في الاب ممكن يعني يعدي او يعمل باي باس للفاير وول في البلاك ليست ابروش. بالنسبه للوايت ليست ابروش اللي هو الباكيتس ار دروبت اور ريجكتد انليس دي ار سبيسيفيكلي الاود باي ذا فاير وول. يعني انا بالوايت ليست اي باكيتس مش معرفه بالوايت ليست عملها دروب. اوكي فتخيل انه انا كل الاستيميت ترافيك عندي لازم اضيفه على الوايت ليست فهذه بياخذ مني وقت كتير كبير. اوكي فالبروس از سيرفر ابروش تو ديفايننج ذا فاير وول رول سيت. لكن من مساءه انه لازم انا اعمل كونسيدر اول بوسيبل الاستيميت ترافيك ان ذا رول سيتس. فهذا احد المساوئ الوايت ليست انه كل الاستيميت ترافيكس لازم انا تكون معرف عندي بالوايت ليست. اوكي وهذا بتطلب مني وقت كبير اني اضيفه مع الوايت ليست. اوكي سو طيب الان خلينا نحكي على ديزاين جولز فور فاير وول. في عندنا تقريبا في عندنا زي ما انتم شايفين في السلايد 3 ديزاين جولز. فاول هدف انه ذا فاير وول از ريكوايرد تو بي يوز فور اول انترنال اند اكسترنال ترافيك. طبعا هذا شيء مهم انه الفاير وول كل انباوند والاوت باوند ترافيك الفاير وول يعمل له تشيك او يفحصه. يعني اي ترافيك طالع من الشبكه واي ترافيك جاي على الشبكه لازم الفاير وول يتاكد انه ليجيتيميت الترافيك.
تاني design goal, only traffic that has been authorized as specified by the local security policy will be permitted to pass. يعني أي بس للترافيك اللي authorized. لما نحكي إنه authorized يعني specified في local security policy. أوكي, هو المفترض اللي يعني نعمل له باس أو يعني can go through the firewall. أوكي, يعني يعني هنا بدنا نحكي إنه يعني بس الاجتماعات ترافيكس واللي هي ماتش مع الرولز أو مع البوليسيز اللي هي معرفة مسبقا في الفايروول اللي هي مسموح لها إنها go through the firewall to the intended destinations أو الوجهة المعنية. أوكي, عشان نعمل هذا الكلام في عنا different firewalls ممكن نستخدمهم. طبعا لما هنحكي بالتفصيل على أنواع الفايروولز and they can also apply different security policies. فعندنا تو هنا شغلتين, في عنا different type of firewalls, في عنا different type of security policies, والشغلتين هدول هنحكي فيهم بالتفصيل في السلايدات القادمة. So third goal إنه نحكي trusted computer system are suitable for hosting a firewall are often required in government applications. طبعا انتو جاي عارفين إن firewall هو عبارة عن software. طبعا software هذا لما ينزل أو نعمله deploy على ماشين معينة لازم أنا أتأكد إنه هاي الماشينز also secure. يعني physical machines تعمل host أو تعمل host لهذا firewall لازم تكون also secure. يعني شو يعني what is the يعني what is the point of having good firewall لكن hosted في unsecure server. كيف هذه لازم إحنا نتأكد منها إنه يكون في عندي also physical host اللي بيعمل physical server أو physical كمبيوتر اللي بيعمل هوست للفايروول برضه يكون سيكيور. اوكي, الان خلينا نروح على طيب الان خلينا نحكي على جنرال تكنيكس ذات فايروولز يوز تو كنترول اكسس اند انفورس ذا سايت سيكيورتي بوليسيز. طبعا احنا حكينا انه الفايروول هو عباره عن يعني اتس اول اباوت اكسس اور نوت اكسس. سو في عندي باكيتس او ترافيك فانا بدي اسمح له انه يعمل يعني جو يعني باس ثرو ذا فايروول اور نوت. اوكي, باستخدام بوليسيز معرفه مسبقا في الفايروول. فالتكنيك السادس في عندنا احنا اكثر من تكنيك. فاول تكنيك اسمها سيرفيس كنترول. سو ديتيرمينز ذا تايب اوف انترنت سيرفيس ذات كان بي اكسس. فهنا بنحكي انه بحدد انواع الانترنت سيرفيسز اللي ممكن اليوزرز يعملها اكسس. اوكي, inbound or outbound. طبعا لما نحكي outbound بتكون مثلا على الانترنت, inbound بتكون within the internal network. فعشان نطبق السيرفيس كنترول هذه بقول انه الفايروول عندنا زي ما احنا شايفين الفايروول ما يفلتر الترافيك اون ذا بيسس اوف اي ادريس بروتوكول بورت نمبر اند اكسترا او الى اخره. فعندنا الفايروول هنا بيستخدم بفلتر الترافيكس باستخدام تكنيكس او باستخدام فيلدز معينه اللي هي بالاغلب بتكون بالباكيت هيدر. اوكي, زي الاي بي ادرس زي البروتوكول بروت نمبرز عشان يحدد انه هل الباكيتس او الترافيك هذا هو يعني تارجتنج الانترنت سيرفيسز اللي حددها مسبقا او لا. ثاني تكنيكس عندنا الدايركشن كنترول. فهان بقول لك استابليش ذا دايركشن ان ويتش ذا سبيسيفيك سيرفيس ريكويست مي بي انيشيتد. اوكي, فهنا احنا بنحكي على بالتحكم في الدايركشن او الاتجاه. فهنا بنقول انه establish the direction in which the specific service request may be initiated and permitted to pass through the firewalls. يعني انا بحدد انه شو هي السيرفيسز اللي ممكن او specific services اللي ممكن الفايروول تسمح لها انها تعدي من خلال الفايروول. ثالث تكنيكس عندنا اسمها user control واللي هي regulate access to the service according to the user making the request. فمن الاسم انه احنا بنتحكم بالسيرفيس اوكي او الاكسس تو ذا سيرفيس بناء على الريكوست اللي جاي من اليوزرز. اوكي, لما نحكي على behavior control اللي هي اخر تكنيكس هي regulate how specific service are used. اوكي, احنا من 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 بنعمل regulation انه كيف او كيف السبيسيفيك سيرفيس معين عندنا في اللان ممكن تستخدم. على سبيل المثال the firewall might filter email
to filter out spam or might allow outside access to just some of the data on the on a local web server. يعني هنا ايش على سبيل ممكن نخلي على سبيل المثال الفايروول ممكن يعمل فلتر ايميل to filter out spam، او يعني اي سبام جاي عندنا الايميل الفايروول ممكن يعمل فلتر اوت، او ممكن احنا برضو نسمح للاوتسايد اكسس لسبيسيفيك الداتا موجوده على لوكال ويب سيرفر اللي موجود في الشبكه عندنا. كيف هيك بنكون خلصنا هو التكنيك الاخير واللي هو الرابع تكنيك اللي مستخدم بالفاير وولز زي ما حكينا انه يعمل كنترول اكسس والانفورس ذا سكيورتي بوليسيز. اوكي الان بنروح على موضوع جديد اللي هو تايبس اوف فاير وولز. طبعا احنا لما نحكي على تايبس اوف فاير وولز في عندنا ثلاث انواع زي ما احنا شايفين. اول نوع اللي هو الباكيت فلتر او بسموه ستيتلس فلتر ستيتلس فاير وول، ثاني نوع ستيتفول فاير وول، وثالث نوع اللي هو الابلكيشنز او بروكسي فاير وول. في انواع ثانيه للفاير وولز لكن هذه الموست كومن يوزد فاير وولز. طبعا في فاير وولز خاصه بالويب، ايضا في فاير وولز خاصه في الكلاود، بس احنا بنحكي على كونفنشنال نتورك اي بي بي 4 اور اي بي بي 6، فهي الكومن تايبس اوف ذا فاير وول. خلينا الان نحكي على النوع الاول من الفاير وول اللي هو الباكيت فلتر فاير وول. سو اول نقطه شايفين احنا this firewall controls the traffic based on the information in the bucket header without looking into the payload that contains the application data. خلينا نسترجع ان ايش حكينا احنا في السلايدات السابقه لما حكينا على الباكيت. سو الباكيت بتحتوي على two main parts اللي هي الباكيت هيدر والبيلود او الباكيت كونتنت. فالباكيت هيدر هو بيحتوي على بيانات معينه او داتا معينه زي السورس اي بي ديستنيشن اي بي سورس بورد ديستنيشن بورد، لكن البيلود او الكونتنت هو بيحتوي على الاكشوال داتا للباكيت. اوكي عاده الفاير وول لما يفحص البيلود بيفحص على سيجنتشرز لا فيروس او نتورك وورم، لكن النوع هذا من انواع الفاير وول اللي هو الباكيت فلتر فاير وول بيفحص بس الباكيت هيدر وما بيفحص الباكيت بيلود. ثاني نقطه عندنا هان زي ما انتم شايفين does not maintain the states of the packets also called stateless firewall. هذا السبب الرئيسي انه ليس منها stateless firewall انه ما بيعمل او ما بيحفظ الستيتس للباكيتس. اوكي فهو بشكل مبسط الستيتس يعني هو بيتعامل مع الريكوست والريسبونس كتو ديفرنت كومبوننتس، او في عنده رولز خاصه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الريكوست ورولز خاصه بالريسبونس. اوكي اللي طالعين او انيشيتد او تريجرد من سيم يوزر. هنشرح بالتفصيل ايش هذا الستيت بالنوع الثاني من الفاير وول اللي هو ستيت فول فاير وول. ثالث نقطه هان also in this type of firewall predetermined entries that contains the IP address and port are saved into ACE واللي هي access control entries entries. فهذه على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هان هاي الفاير وول وهي في عندنا الانتري تاعته اوكي او الاي سي اي، فعندنا هان الاي بي ادرس وعندنا البورت نمبر وبناء عليهم الفاير وول هذا هو بيفحص انه هل هو الترافيك هذا ليجيتيميت او نوت ليجيتيميت او ماليشس ترافيك. خلينا نشوف كيف يعني مثال او الستريتف اكزامبل او مثال توضيح انه كيف بيشتغل. فعلى سبيل المثال لو في عندي انا رول او predetermined rule في الفايروول بتسمح انه الاكسس على بورت على بورت 80، فانا اول شيء في عندي بس يجيني الهيدر بعمل اكستراكت للبورت نمبر بشوف انه البورت نمبر لو هو 80 الا مش بورت 80 بعمل ديناي. فهذول الالا والديناي اللي هي الاكشنز تاعت الفايروول اللي طبقوا على 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 الانكريس او على على انكريس او الايكريس فلتر. طبعا اللي هم النوعين من انواع الفاير وول فلترنج تكنيكس. اوكي طبعا هنا في المثال هذا انه ممكن تكون عند الرول او البوليسي تاعتي انه اعمل الاو لكل الترافيك اللي او كل الريكوست اللي جاياني على بورت 80 واللي هي بالعاده بتكون هي الاتش تي تي بي ويب سيرفر. فلو اجاني ريكوست على بورت 80 بعمل له الاو، الفاير وول حيعمل له الاو، نو حيعمل له ديناي.
بس الكي بوينتس هنا انا عملت انفورميشن او اكستراكت الانفورميشن هذه من الهيدر، من الباكيت هيدر تاعتي، اوكي، مش من البيلود. انا البيلود يعني ما الي دخل فيها، انا الي بالباكيت هيدر اللي استخدمت عملت اكستراكت منها للبورت نمبر. خلينا نشوف اكزامبل على الرولز اللي بستخدمها الفاير وول. ففي عندي هنا، انا عندي زي ما انتم شايفين في عندي 3 سيتس اوف رولز اي بي سي، في عندك الاكشنز هان، وفي عندك الرولز يعني شو يعني شو هي الرولز تاعتي. فعلى سبيل المثال رول سيت اي بقول احنا عندنا طبعا لما حسب البورت نمبر، هذا معروف ان البورت نمبر 25 هو اس ام تي بي او ميل سيرفر، انكمينج ميل سيرفر. سو هذا معناته الرول انه في الانباوند من انباوند ميل از الاود، بورت 25 از فور اس ام تي بي انكمينج، بات اونلي تو ذا جيت واي هوست، اونلي تو ذا جيت واي هوست اللي هو هذا، اوكي. ف however the packet from a particular external host، اوكي، اللي هو الهوست اللي اسمه SPI got are blocked because that host has a history of sending massive file in email message يعني او spam email. فهذا اوكي بلوك، اوكي. ففي عندي انا كل الباكيتس from a particular external host اللي هو اللي اسمه SPI got اعمل له بلوك، لكن اعمل الاو لكل الباكيتس، اوكي، اللي تارجت البورت 25 اللي اس ام تي بي انكمينج، بس اللي جايه من الجيت واي هوست اللي هو اور جيت واي، اوكي. فهذه رول من انواع او رولز اللي بيستخدمها الفاير وول، او كيف بيعملها الفاير وول، او كيف بكتبها الفاير وول. النوع الثاني هو الرول سيت بي، this explicit statement or of the default policy. هذا عندي default policy. Okay. All rule set include this rule implicitly as the last rule. Okay. فأنا في عندي default policy هذا إنه أعمل block لكل الهوست جاي على كل البورتس. Okay. So في عندك ال our host من our host ل their host and source with destinations. يعني لما نعمل هذه عم تستار هذه يعني في all، okay. So all traffic from our sites, okay, internal, using all type of ports or any value on any ports, رايحين or outgoing to all host all ports by default عملها block. Okay. طبعا هذه زي ما حكينا اللي هي الديفولت بوليسي بسموها. طيب رول سيت سي، اوكي، فهذا في عندك كونكشن تو ذير اس ام تي بي بورت، اوكي. ففي عندك ذيس رول سيت از انتندد تو سبيسيفاي ذات اني انسايد، اوكي، اني انسايد هوست كان سند ايميل تو اوتسايد. ليش حكينا اني؟ لانه في عندي انا ستار، اوكي، تو اوتسايد، اوكي، برضه ستار. The TCP packet with the destination port of 25 is routed to SMTP server on the destination machine. Okay, فهذا زي ما احنا عارفين انه البورت 25 هو عبارة عن SMTP SMTP port او خاص بالبروتوكول SMTP. So the rule with this the problem with this rule that the use of port 25 for SMTP recipient is only a default. Okay, ف an outside machine could be configured to have some other application linked to port 25. يعني أنا بدي أعمل هان spoofed port number. Okay. By default, SMTP بستخدم port 25. أنا بس ممكن أنا أعمل crafted packets. Okay. وخلي البورت تحت 25. Okay. ففي الحالة في هاي الحالة هتعمل bypass لمين؟ للرول سيت هذه. So as this rule is written, an attacker could gain access to internal machine by sending a packet with a TCP port number of 25. طبعا باستخدام زي ما حكينا crafted by crafted packets. Okay. أو packet with a spoofed port number. فهذا rule set الثالث. فهذا example إنه كيف ال packet filter أو ال packet filter firewall بيستخدم rules عشان يطبقها على inbound وال outbound traffic. خلينا نحكي على النوع الثاني من الفاير وول اللي هو ستيتفول فاير وول. سو ستيتفول فاير وول كان تيل وين باكيت ار بارت اوف ليجيتيميت سيشن،
originating within a trusted network. اوكي، فاول نقطه هان لما نحكي انه can tell when the packets are part of legitimate sessions. على سبيل المثال هان احنا خلينا نحكي انه اوكي، فلو في عندي انا هان مثلا source IP 10.20.10.200 اوكي والبورت تاعه 50 اوكي، راح على مثلا على سبيل المثال على بورت نمبر 220.205 على البورت مثلا 150 اوكي. فلما نحكي انه انه الفاير وول كان تيل وين ذا باكيت ار بارت اوف ليستيميت سيشن، فهذا عندي انا هذا الريكوست، هذا الريكوست خلينا نحكي اوكي، وهذا الريسبونس اوكي. ف الفايروول لما الفايروول يعني بيعرف شو هي الباكيت، هل هي بارت اوف ذيس كونكشن اور نوت اوكي. يعني لما يجيني ريسبونس اوكي، هل الفايروول هيكون انتليجنت انف انه يعرف انه هذا الريسبونس جايني جاي للريكوست هذا، بعكس الستيتلس، الستيتلس بروتوكول ما بيعرف انه هذا الريسبونس جاي لمين، جاي للريكوست اللي طلع من اليوزرز اللي في الشبكه عندي اوكي، وما بيعرف شو البورت اللي استخدمه اليوزر، عشان هيك بسميه ستيتلس. اما في الستيتفول لا، بيعرف انه اوكي انه هذا هو بارت اوف ليجيتيميت سيشن اللي هو تريجرد فروم يوزر اند فروم ذا نتورك اوكي. فبنشئ، بقول انه بنشئ رولز لهذا، بنشئ رولز لهذه الريسبونس والريكوست في الستيتفول بروتوكول. فعشان لما نعرف انه شو هو مقصود بالستيت، هذا الستيت اوكي، ستيت اوف ذا فاير وول اوكي، يعني الريكوست والريسبونس، يعني الفاير وول بيعرف انه هذا الريسبونس اللي جاياني جايه للريكوست از اوريدي، او الليجيتيميت يوزر هو اللي عمله انشيت. حنشرحها في اكزامبل في النكست سلايد تكون اكثر وضوح اوكي. سو خلينا نحكي انه ستيتفول فاير وول مينتين تيبل كونتينينج ذا انفورميشن ايش اكتف كونكشن انكلودينج ذا اي بي ادريس بورت اند سيكونس نمبر اوف ذا باكيتس. طبعا على سبيل المثال في المثال السابق حيعرف انه في عنده والله السورس 10.20.10.200، السورس بورت 150 رايح على الديستنيشن 10.20.200.5 اند والديستنيشن تاعه 150 اوكي. فهذا بيعمل مينتين اوكي، هذا هو السيشن او الكونكشن اكتف، في عنده تيبل بيعمل مينتين لهي الشغله. يوزنج ذيس تيبل ستيتفول بروتوكول كان الاو اونلي ان باوند ترافيك اوكي ذات ار ان ريسبونس تو كونكشن انشيتد فروم ويذن ذا انترنال نتورك. وهذا الحكي اللي حكيناه بالضبط. فمعنى الكلام هذا انه الانباوند هذا هو بالحاله هذه اوكي، خلينا نرجع في الحاله هذه، هذا اوتباوند وهذا هو الانباوند اوكي. فالريسبونس اللي جاي من الديستنيشن حيكون انباوند. فهنا اللي بقول لك الستيت في الفاير وول كان فاير وول كان allow only inbound TCP packet that are in response اوكي to the connection initiated from within the internal network. فهذا الكونكشن initiated within the internal internal network اوكي، وهذا هو الريسبونس. فانا اوتوماتيكلي بسمح له اوكي باستخدام التيبل اللي حكينا عليها اوكي، اللي هي بنشئها، اللي هي اللي حكينا عليها هي مينتين تيبل كونتيننج انفورميشن اون ايتش اكتيف كونكشن انكلودينج اي بي ادريس بورت اند سيكونس نمبر اوف ذا باكيتس اوكي. خلينا نشوف مثال توضيحي عليه اوكي. فهان على سبيل المثال اوكي، في عندنا هذا هو الكلاينت، في عندنا هاي التراستد انترنال نتورك، في عندي كلاينت هذا والله بده يروح على الديستنيشن، هذا هو اوكي، هذا هو الديستنيشن اوكي. ففي عندي اول اوت باوند تي سي بي سيشنز ديستنيشن بورت 80 اوكي. ففي عندك انا مبعت هاي عندي لما انا اعمل تي سي بي سينك، في عندك البورت
80 وراح على ديستنيشن اللي هو 76.120.54.101. هذا اوكي، هذا بورت 80. اوكي الريسبونس تاعه حيكون جاي من وين؟ من الديستنيشن للهوست هذا. اوكي طيب الان لما يجي الاتاكرز بده يعمل ريسبونس، اوكي ريسبونس ل مسج مش انيشيتد من انترنال او تراستد نتورك، في الحاله هذا حيعمل له بلوك. اوكي لان الاستابليش سيشن عنده تي سي بي سيشن ما عنده انتريز اوكي من الاتاكر رايح، او من الاتاكر ريسبونس من الماشين تاعت الاتاكر انيشيتد من الكلاينت اللي هو الاستيميتد كلاينت الموجود في التراستد انترنال نتورك. انا في عندي هذا الانتريز بس اوكي اللي هو هذا الانتري اللي هو الاي بي تاع الكلاينت، وفي عندي طبعا الديستنيشن هذا هو طبعا، بالاضافه الى ممكن نحط بيانات زي السورس بورت والديستنيشن بورت اوكي والسيكونس نمبر. اوكي فالاتاكر هان لما يجي الفايروول حيلاقي الانباوند ترافيك اللي رايح على الكلاينت، الاي بي تاعه والسيكونس نمبر تاعه مش موجود في عندي في السيشن تيبل او في ستيت تيبل، فيعمل له بلوك زي ما احنا شايفين هان. اوكي بلوك اوكي، فهذا هو ايش نعمل له بلوك زي ما احنا شايفين لانه مش بارت اوف الاستيميت الاستيميت سيشن او انيشيتد باي ذا كلاينت زي ما حكينا في النقطه الاولانيه. اوكي ذس يعني بارت اوف الاستيميت سيشن originating within a trusted network. فهذا هو عشان هيك بسموه stateful يعني بحدد السيشن. اما لو كان stateless لا stateless ما بيعرف انه هذا الترافيك هو بارت او هذا الانباوند جايين كريسبونس على 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 ريكويست طلع من 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 تراستد نتورك تراستد انترنال نتورك، مش راح يعمل مينتين لهي الشغله، عشان هيك بسموه ستيتلس. اما الوضع مختلف في الستيتفول زي ما حكينا، في عنده ستيت فاير وول وبخزن الاكتف سيشنز الموجوده بحيث انه لما يجيني انباوند ترافيك او ريسبونس بعرف انه بارت اوف ذيس اكتف سيشن فبعمل له باس، اذروايز بعمل له بلوك زي ما احنا شايفين. اوكي وفيك بنكون خلصنا الجزء او النوع الثاني من الفاير وول هو ستيتفول فاير وول. طبعا هذا اكزامبل عن زي ما حكينا هان انه في عندنا ستيت تيبل او الفاير وول ستيت تيبل. هذا في عندك اكزامبل على الستيت فاير وول تيبلز، في عندك هذا كول لهيتو اوكي استابليش. فانا لما يجيني عندي اي كونكشن بارت اوف ذس اكتف او سيشن اوكي بعمل له الاو نوت اوكي، فمش راح اعمل له بلوك. اوكي يعني الان لو اجاني ريسبونس من هذا البورت من هذا من 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 الديستنيشن ادرس هذا على الهوست هذا وحمل له اللود، لكن لو اي اي بي هان اوكي موجود هان اوكي لكن ما نعمل له انشيت من السورس ادرس فراح عمل له بلوك زي ما شرحنا سابقا. اوكي فالنوع الاخير عندنا اللي هو الابلكيشن او بروكسي فاير وول. في النوع هذا هو كنترول انبوت اوتبوت اند اكسس فروم تو ان ابلكيشن اور سيرفيس. سو هذا بيعمل كنترول انبوت والاوتبوت للاكسس من لابلكيشن او سيرفيسز. اوكي سو الفكره هان بالبروكسي انه هو يعني بتعامل او اكت از انترميديت بوينت. اوكي هذا الانترميديت بوينت او النقطه الوسيطه بتدعي او امبرسونيتنج انها هي الانتندد ديستنيشن او ريسيبيانت. فهذه يعني انا لما اعمل مثلا اكسس باستخدام البروكسي على موقع معين الديستنيشن او الديستنيشن حيفكر انه الكونكشن جاي من البروكسي. اوكي فحنشرح هذا بالتفصيل بالسلايد القادم، بس انه في الفكره انه هان في انا عندي صار عندي بين السورس والديستنيشن في عندي انترميديت نود. اوكي ذا كلاينتس كونكشن تيرمينيت ات ذا بروكسي and separate connections is initiated from the proxy to the destinations. Okay. زي ما حكينا في عنا احنا في عنا A في عنا B وفي عنا البروكسي. Okay. فالconnection terminate عند البروكسي
اوكي وكونكشن جديد بنعمل انيشيت للديستنيشن. فعليا A هو بده يتواصل مع B. اوكي فالتواصل بدون بروكسي حيكون حيكون تواصل مباشر، لكن بوجود البروكسي لا، الريكوست حيروح على البروكسي، البروكسي حيعمل انيشيت للسبيريت كونكشن ويعمل ريكوست للديستنيشن اللي هو B. اوكي سو الداتا اون ذا كونكشن از انالايزد اب تو ذا ابلكيشن لاير تو ديتيرمين if the packet should be allowed or rejected. Okay. So هان أنا نحكي إنه data on the connection يعني باستخدام application layer بتحدد if the packet should be allowed or rejected. زي ما حكينا هذه two types of the actions. Okay. لأنه هان إحنا عندنا بنحكي على application أو proxy، بنحكي على applications. Okay. هل application هذا أنا مسموح له الباكت اللي بترجع للابلكيشن هذا مسموح له إنها تكون allowed or rejected. اوكي فاحنا على سبيل المثال خلينا ناخذ يعني الستريتف اكزامبل. زي ما انتم شايفين في عندي انا يوزر ها، فخلينا اليوزر هو بده يعمل اكسس على ويب سايت معين، فيعمل اوكي حيكتب مثلا www.facebook.com حيبعث للبروكسي فايروول، لكن الكونكشن هان اوكي ترمينيت. اوكي صار عندي كونكشن جديد، اوكي والكونكشن الجديد هو راح على الانترنت او على الديستنيشن تاعه، والديستنيشن تاعه حيرجع على البروكسي، والبروكسي هو حيفروده تاني على لليوزرز. اوكي فصار هذا هو عند الانترميديت بوينتس، فصار ما بطل عندي تعامل مباشر بين السورس والديستنيشن، لكن التعامل كله صار عن طريق البروكسي فايروول. الان عندك الفايروول هان زي ما حكينا انه بشوف الباكيتس، اوكي الابلكيشن باكيتس اذا مسموح لها تروح للديستنيشن او لا، باستخدام طبعا رولز او بوليسيز، هو زي ما شرحنا يعني شو شكل الرولز او البوليسي. اذا مثلا الرولز ماتش اوكي allow او doesn't match deny او العكس. فهي هذا اخر نوع من الفايروول اللي هو الابلكيشن او بروكسي فايروول. اوكي زي ما حكينا الفايروول بيعتمد على الباكيت فلتريشن، لكن في اتاكس هان تارجتد الباكيت فلتريشن الخاصه في الفايروول. بالسلايد هذا احنا بنحكي على اتاكس اون باكيت فلترنج وايش هي الكاونتر ميجرز اللي ممكن نستخدمها عشان نتجنب او نتغلب على هذا الاتاك. فاول اتاك عندنا اسمه التايني فراجمنت اتاك. في هذا الاتاك انه الهاكرز او الاتاكرز بيعمل يعني الباكيتس او الباكيت هيدر بيقسمها وبيقسمها لعده اجزاء سمول فراجمنتس using the IP fragmentation option. اوكي في عندنا في الاي بي هيدر في عندنا fragmentation option، بستخدم هذا الاوبشن عشان انا عندي الباكيت هيدر يتقسم ل small fragments and force the TCP header data into a separate or the TCP data into a separate packet fragment. اوكي فالفكره وين انه هان انه force the TCP header data into a separate packet fragment. سو حنرجع نشوف ليش هذا مهم. اوكي سو ذا في البوينت الثانيه، so the goal of this attack is to get around the filtering policies and that rely on the TCP header data. فهذا الهدف الرئيسي منه انه يقدر يعمل باس ثرو ذا فلتريشن بوليسي بتستخدم الفايروول باستخدام اللي بتعتمد على التي سي بي هيدر داتا. طيب نرجع للبوينتس هذه اللي هو التي سي بي هيدر داتا انتو اسيبريت باكيت فراجمنت. لو قرأنا البوينت الثاني باكيت فلتر will typically decide whether to filter a packet based on initial fragments. يعني اول فراجمنت بيجي انا عندي انا بحدد اوكي يا dropped reject او allow. سو الفكره هان انه all following packet fragments are filtered out merely because they are part of the packet whose first packet was rejected. اوكي لكن انا هان لما اعمل التي سي بي header data into separate packet fragments، يعني ما تكون عندي في الانيشال فراجمنتس، انا ممكن الاتاكرز يعمل باس through الفلتريشن بوليسيز. اوكي عشان هيك انا بخلي مثلا الباكيت الداتا في separate fragments. اوكي وفي الفايروول هو في طبيعته انه بيعمل تشيك لفيرست فراجمنتس. اوكي if not meet the rules ممكن تعملها باس نو no. ممكن اعمل او يعني ممكن اعملها allow or deny.
Okay. فهذا الاتاكرز هو هوب ذات فلترنج فاير وول اكزامين اونلي ذا فيرست فراجمنت اند ذات ريمايننج فراجمنتس ار باست ثرو. اوكي، فبقول لك انه الاتاكرز انه بيامل انه الفلترنج فاير وول اكزامين ذا فيرست فراجمنت انه بيسمح لباقي الفراجمنتس اللي هي بتحتمل ميليشس او ميليشس نوايا خبيثه او اتاكس انه تمرق او تعدي الفاير وول. So imposing a requirement that the first fragment of the packet must have a predetermined minimum amount of the transport header will prevent the tiny fragment attacks. فهذه هي الكاونتر ميجر. اوكي، انه انا بقول لك الفيرست فراجمنت لازم يكون في عند بيحتوي على معلومات كافيه بحيث انه هاي المعلومات اللي هي الكافيه مثلا على سبيل المثال تحتوي على ديستنيشن والسورس اي بي والديستنيشن بورت اللي هي اللي بيستخدمها الفاير وول عشان يعمل تشيك يعني يشوفها انها ماتش مع الرولز او نوت. هذا احنا لو عملنا امبوزنج لهذه الريكويرمنتس او اجبر يعني عملنا يعني انفورس لهي الريكويرمنت فممكن انا اتجنب او اعمل بريفنت للتايني فراجمنت اتاكس. اوكي، تاني اتاك اللي هو الاي بي ادرس سبوفينج. اوكي، ف so the intruder transmit the packet from outside with an inside host address in the source address field. So the attacker think that using a spoofed address will enable infiltration of the system that uses simple source address security which accept packet from only a small number of trusted internal host. اوكي، فهنا انا بقول لك انه الاتاك هذا بيعمل سبوف. فالسبوف السبوف ادرس يعني الاتاكرز الاوتسايد بيعمل سبوف لانترنال او لانترنال سورس ادرس. اوكي، سو زي ما احنا شايفين انه الانترودر ترانسميت ذا باكيت فروم اوتسايد وذ انسايد هوست ادرس اوكي ان ذا سورس اي بي ادرس فيلدز. اوكي، فهذه معناتها انه واحنا عارفين انه السورس او الانسايد هوست هي اللي هي الهوست اللي بتكون موجوده في الترستد نتورك، فانا بعمل سبوف لهي الادرس بحيث انه انا اتجاوز الفلتريشن تكنيكس الخاصه بالفاير وول. سو الكاونتر ميجر از تو ديسكارد باكيت وذ انسايد سورس اف ذا باكيتس ارايفد اون ان اكسترنال انترفيس. يعني اي اكسترنال انترفيس، اوكي، اي باكيت جاي على اكسترنال انترفيس بتحمل انسايد سورس اي بي ادرس بدي اعملها ديسكارد. اوكي، وهذه الكاونتر ميجرز عاده تستخدم اد راوتر اكسترنال اد راوتر اكسترنال تو ذا فاير وول. اوكي، فهذه احدى الكاونتر ميجر بتغلبنا اللي بتمكننا من ان نتغلب على الاي بي ادرس سبوفينج اللي هو النوع الثاني من الاتاكس. اوكي، الان خلينا نحكي على موضوع الفاير وول ديبلويمنت ستراكشر. خلينا نحكي الان على الفاير وول ديبلويمنت اركتكتشر او شو الاركتكتشرز اللي ممكن نستخدمه في عمليه تنصيب الفاير وول. في عندنا تو اوبشن، الاوبشن الاولاني اللي بسموه الباستيان هوست، وفيها في الاوبشن هذا انه الفاير وول از بوزيشن بين انترنال اند اكسترنال نتورك ان ذيس بيزك كونفيجريشن. يعني فيكون في عندي انترنال واكسترنال نتوركس والفاير وول بيكون بيناتهم. سو سمبل نتوركس ار ايديلي سوتد فور ذيس توبولوجي، لكن في عندنا ديس ادفانتج. سو لكن سينس ويتش از سينس ذير از اونلي وان بوردر اف سم ون مانجز تو جيت ثرو ذا فاير وول دي ويل هاف ان ريستريكتد اكسس تو ذا secured network. يعني لو في عندي attackers يعني can manage to pass the firewall ممكن يعمل عندك انه يعمل access لكل ال internal services الموجودة behind the firewall. طبعا كيف ممكن يعمل pass؟ باستخدام التكنيكس اللي حكيناها بالسلايد السابقة. تاني option هو staging area او DMZ. ففي هذا الاوبشن ان ذس توبولوجي allows organization to host server that facing the internet directly and separate the trusted network and internet. ففي عندي انا في عندي two types of services. انا في عندي السيرفيس بدها اكسس للانترنت انا بفصلها عن السيرفيس اللي ما بدها اكسس للانترنت. اوكي، فالسيرفيس اللي لها اكسس للانترنت بنحطها في زون اسمها دي ام زد، حنشرحها بالتفصيل في السلايد القادم.
So that's allowing the user to access internet securely. If malicious users manage to compromise the firewall, he or she will not have access to the internet intranet services. Okay, بعكس الاوبشن الاولاني. طب خلينا نحكي شو هي الدي ام زد او اركتكشر الدي ام زد. اوكي بالتفصيل. ف this is the most commonly deployed architecture. The DMZ hosts all server face offering public service which face the internet. Okay. فكل ال service اللي بده offer public public service وface internet زي ما احنا شايفين في الفيجر هان router mail server web service بنحطه في زون اسمها DMZ. Okay. So the private zone contains all the internal network resources such as file server, application server, data servers, user workstation, and so on. So DMZ zone hosts your public web server, mail server, زي ما احنا شايفين حكينا, and other similar system. فهاي الفكرة انه كيف عملنا separations بين السيرفيس اللي محتاج انترنت والسيرفيس اللي ما محتاج انترنت. كيف الفاير لو الفايروول ونحن شايفين في عنا هاند تو فايروول في عنا فايروول هي. لو احنا عملنا مانج لكمبرومايز لهذا الفايروول احنا هنقدر نعمل بس اكسس لهذا الكلام او اذا عملنا مانج تو مثلا باي باس ذيس فايروول مش راح نقدر نعمل اكسس للتراستد نتورك. وهدول هم التو اوبشنز اللي متاحه لتنصيب الفايروول. طب خلينا نحكي على الان على الفاير بوليسي. حكينا نوهنا انه في عندنا انه الفاير وول بيستخدم فاير وول بوليسيز. اوكي سو شو هي الفاير وول بوليسيز؟ To protect private network and individual machines from dangers of the creator internet, a firewall can be employed to filter incoming and or outgoing traffic based on a predefined set of rules called firewall policies. اوكي طب هي يعني باختصار الفايروول بوليسيز هي عباره عن رولز بيستخدمها بيستخدمها الفايروول عشان يقدر يعمل تحكم او يعمل مونيتورنج او يعمل تشيك سوري للترافيك الانباوند والاوتباوند. اوكي ويطبق عليه الاكشنز. الاكشن طبعا بتكون وفقا لهاي البوليسيز. طيب الفايروول بوليسي ديكتيتس هاو firewall should handle network traffic for specific IP address and address ranges, protocol, application, and content types. يعني أنا باعتماد على البوليسي بتاعتي أنا بقدر أعمل generate لروز هذا الروز تقدر تعمل handle أو تتعامل مع network traffic اللي خاص في IP address معين أو range of IP address أو protocol معين أو applications. اوكي باعتمادا على الاورجنايزيشن انفورميشن سكيورتي بوليسيز. اوكي البوينت نمبر 2 طبعا الفايروول بوليسي شود بي دوكيومنتد ان ذا سيستم سكيورتي بلان. اوكي انه بقول لك انه الفايروول بوليسي لازم احنا نعملها دوكيومنتيشن او دوكيومنتد في السكيورتي بلان الخاصه في الاورجنايزيشن. والنقطه الثانيه والمهمه انه لازم تكون هذه البوليسي فريكوينتلي ابديتد. لو في عندي new attacks or vulnerability ظهر عندي في على سبيل المثال في organization او مثلا organization need regarding the network application change applications في يعني احتياجات organization من ناحيه application اختلفت فانا لازم اعدل البوليسيز تاعتي هذه عشان تقدر تعمل هاندل للتغيرات الجديده اللي صارت عندي بال organization. The policy should also include specific guidance on how to address changes to the rule sets. ويعني بحكي إنه البوليسي لازم تكون تحتوي على guidance إنه كيف إنه ممكن إحنا نعمل address يعني للchanges اللي بتصير على الرول set. يعني شو هي steps اللي إحنا ممكن نتبعها في حالة صار تغير عندنا تغيرات على الرول set. طيب في انواع عندي للرول اور البسي اور الفايروول بوليسي في عندنا اربع انواع. فالنوع الاولاني اللي هو البوليسيز بيست اون اي بي ادريس اند بروتوكول هذا اول نوع. النوع الثاني بوليسيز بيست اون ابلكيشنز. الثالث بوليسي بيست اون يوزر ايدنتيتي. والثالث والرابع اللي هو بوليسي بيست اون نتورك اكتيفيتي. فهذول اربع انواع خاصه بالفايروول بوليسيز. خلينا نحكي على النوع الاول اي بي ادريس اند اذر اي بي كاركترستكس.
So fire policy should permit appropriate source and destination address to be used. Okay. Specific recommendations for the IP address include the traffic include or traffic with invalid source or destination address should always be blocked regardless of the firewall locations. طبعا هذه احنا بنحكي انه لازم احنا يعني نعمل تشيك او فحص للسورس اي السورس والديستنيشن ادرس ولازم يكونوا ابروبريت يعني صحيحين. على سبيل المثال مثلا انفاليد اي بي ادرس ممكن يكون عندنا زي 127000 to 272555 يعني هدول اي بي ادرس هو مثال انفاليد اي بي ادرس also known as a local host address with 00040 interpreted by some operating system as a local host or broadcast addresses. Okay, these have no legitimate use in the network also. The traffic using link local address blah 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 should be also blocked. Okay, فهدول المثال على ال appropriate IP addresses شو هي ال values أو ال range تاعتها اللي ممكن إنه أعملها dropped أو blocked. تاني شغلة إنه outbound traffic with invalid source address should be blocked. So this is often called egress filtering. So systems that have been compromised by the attacker can be used to attack other systems on the internet using invalid source address. Make these kind of attacks more difficult to stop. Okay. فهنا بحكي إنه outbound traffic with invalid source address لازم إنه اعمل له blocked. يعني اي سورس اي اوت باوند ترافيك يعني في السورس اي بي ادرس تاعه او السورس ادرس تاعه انفاليد لازم الفاير وول يعملها بلوكت. فانتوا زي ما انتوا شايفين هذه عباره عن ريكومنديشنز او مثلا يعني بوليسيز ممكن الفاير وول يطبقها في حاله انه يعني تقابل مع احدى هاي الشروط اللي احنا حكيناها. Blocking this type of for traffic at the organization firewall helped reduce the effectiveness of these attacks. طبعا هذه انه نعمل بلوك لهذا الترافيك طبعا بقلل تاثير هذا الاتاك على الاورجنايزيشن. Incoming traffic with the destination address of the firewall itself should be blocked. يعني اي incoming address with destination اي incoming traffic destination address تاع الفايروول لازم الفايروول يعمل له بلوك. Unless the firewall is offering services for incoming traffic that require direct connection. For example, if the firewall acting as application proxy. فهنا بقول لك انه الانكومينج ترافيك لو كان destination address تاعه هو نفسه الفايروول لازم الفايروول يعمل له blocked الا في حاله واحده انه كان الفايروول بقدم services ثانيه او acting as application proxy يعني بقدم service الفايروول وسيرفيس تاني جنب الفاير وول. في الحاله هذا انا بقدر اخلي او بخلي الفاير وول يسمح انه يعمل للترافيك هذه انه باس اور جو ثرو ذا فاير وول. اوكي سو افري اورجانيزيشن نيد ا فاير وول ذات كان فلتر اي في 6 ترافيك ريجاردلس اوف ويذر اتس انيبلد اي بي في 6 ترافيك تو انتر اتس انترنال نتوركس. يعني انا لازم برضه الاي في 6 زي ما شرحنا في المحاضره السابقه الاي في 6 هو باي ديفولت يعني equipped مع الاوبريتنج سيستم. فالاي في فالترافيك لازم يكون عندي الفاير وول لازم يكون عندي كابابيلتي انه يفحص او مقدره انه يفحص الاي في 6 ترافيك بسايد اي في 6 اي في 4 ترافيك. So the administrative interface should allow administrator to clone IPv6 rules to IPv6 address to make administration easier. Okay, فطبعا هذه انه الادمنستريتف انترفيس يعني هذه يعني الانترفيس احنا بنحكي على الفاير وول. يعني الفاير وول بديك يعني فانكشن انك تستنسخ الرولز بتاعت IPv4 وتطبقها على IPv6. طبعا لما تعمل تستنسخ لازم يكون في عندي سلايد تشينجينج تغيرات بسيطه عشان تكون وظيفه الادمنستريتور اسهل. اوكي ما انه يبدا في الIPv6 rules from scratch او من البدايه. Firewall should be able to block IPv6 related protocols such as 6-to-4 and 4-to-6 tunneling, Teredo and interest or setup if there are not required. يعني هذه البروتوكولز الخاصه بالIPv6 IPv6 بروتوكول اذا كانت مش مستخدمه
او not required the firewall should block these protocols. طيب policies based on IP address and the protocols. انا نحكي على protocol هو TCP و UDP. So TCP and UDP applications protocol can application protocol can use TCP or both. يعني نحكي الآن على البوليسي policies based on IP address and the protocols such as TCP and UDP. So an application server for example typically listen on one or more fixed TCP or UDP ports. Some application use single port but many application use multiple port. For example, although SMTP use TCP port 25 for sending mails, it use TCP port 587 for mail submission. Okay. So similarly, FTP uses at least two ports, one of which can be unpredictable, and while the most web server use only TCP port 80, it's common to have website that also use additional port such as 8080. فهنا احنا بنحكي على الports number. لما نحكي على TCP والIP بنحكي على الport number, الapplications اللي بتستخدم الports هذه. اوكي في عندي انا بوليسيز تطبق على هذه الابلكيشنز. اوكي زي ما احنا شايفين some application used both TCP and UDP. For example DNS lookup can occur on UDP port 53 or TCP port 53. اوكي فهنا احنا بنحكي على الابلكيشنز والابلكيشن هذا طبعا انتم عارفين الابلكيشن تستخدم للترانزميشن لاير يا TCP او UDP. الفكرة انه في عندي ابلكيشن بتستخدم بيورلي TCP, في عندي ابلكيشن بتستخدم TCP و UDP, في عندي ابلكيشن بتستخدم اونلي UDP بورت. فالبوليسيز اللي ممكن احنا نتعامل معها في هاي الابلكيشنز كالتالي: انه for incoming TCP and UDP traffic deny by default policy should be utilized. deny by default utilize يعني هي الديفولت بوليسي لازم استخدم فور اول انكمينج, يعني اي انكمينج ترافيك, يعني اي ترافيك جاي تي سي بي سواء كان تي سي بي او يو دي بي جاي على اليوزرز او على تراستد نتوركس لازم يعملوا باي ديفولت ديناي. اوكي فور لكن بالنسبه للاوت جوينج تي سي بي اند يو دي بي ترافيك تيبيكالي هاز ليس ريستريكتيف بوليسي. يعني بالنسبه للتي سي بي واليو دي بي ترافيك في عندك اقل قيود عليه. اوكي since most organization allow user to access a large variety of external app hosted on million of different external host. طبعا احنا هنا ليش احنا حكينا انه outgoing less restrictive. outgoing احنا في عندنا كتير services موجود على الانترنت, كتير website ما بنقدر نحصرها, يعني في عندنا millions of services users بيعملوها access على الانترنت. اوكي لكن بالنسبه يعني انا بالنسبه للانترنال سيرفيس هي معروفه, معروف النتورك ادمنستريتور. اوكي فانا بكون في عندي اكثر ريستريكتيف على 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 الانكمينج الانباوند ترافيك, لكن بالنسبه للاوت جوينج ترافيك يعني اليوزرز اليوزرز الموجودين في التراستد نتورك شو هي السيرفيس اللي يعملوا اكسس على الانترنت, هذا بكون عندي لها ليست ريستريكتيف او اقل قيود للسبب اللي حكيته انه ما بقدر احصر كل السيرفيس الموجوده على الانترنت واعمل عليها يعني اعمل generate rules بحيث ان اعمل control لل outgoing traffic. So in addition to allowing and blocking TCP and UDP traffic, many firewall are also able to report or block malformed UDP and TCP directed towards the firewall or host protected by the firewall. طبعا هنا في عندي برضو بالاضافه انه اقدر اعمل بلوكينج للتي سي بي واليو دي بي اي ميل فورمت يعني يو دي ترافيك سواء كان يو دي بي او تي سي بي دايركتد رايحه باتجاه الفاير وول او الهوست, الفاير وول ممكن يعملها برضه اجنور. اوكي هذه طبعا لها علاقه يعني بال برضه بال بال بالفراجمنتيشن اتاك او التايني فراجمنت اتاكس. اوكي فانا برضه بالاضافه انه بقدر اعمل بلوك للتي سي بي واليو
يوديبي تي سي بي اليوديبي ترافيك برضو بقدر اعمل دروب لو كان في عندي مين فورمت او يعني كوربتد باكيت يعني باكيت مش صحيحه سواء كان تي سي بي او يوديبي. So this traffic is frequently used to scan for host and may also used to in certain type of attack. The firewall can help to block such activity or at least report when such activity is happening. طبعا هذا اللي هو الميل فورمد اوكي الترافيك هو عادة مستخدم لهي الماليشس اكتيفيتيز. السكان اوكي أو بشكل يعني شائع بيستخدم فور سكان فور هوست اور مي كان بي يوز فور سيرتن تايب اوف اتاكس. عشان هيك ضروري الفاير وول لما يشوف عندي ميل فورمد يو دي بي او تي سي بي يعملها بلوك لانه ممكن تكون هي بارت اوف ماليشس اكتيفيتيز. طيب بروتوكول ثاني عندنا بوليس يطبق عليه اللي هو الاي سي ام بي. اوكي الاي سي ام بي اتاكر الاي سي ام بي اتاكرز كان يوز فيريس اي سي ام بروتوكول ثالث بدنا نحكي عنه اللي هو الاي سي ام بي. الاتاكرز كان يوز فيريس اي سي ام بي تايبس اند كوز تو بيرفورم ريكونيسنس اور مانيبوليت ذا فلو اوف ذا نتورك ترافيك. اوكي يعني انا بستخدم الاي سي ام بي في عمليات سموها الاستطلاع ريكونيسنس اور مانيبوليت ذا فلو اوف ذا نتوركس. طيب يعني الاستطلاع يعني انفورميشن جاذرينج يعني انا بستخدم الاي سي ام بي عشان ممكن اعمل انفورميشن جاذرينج. احدى الانفورميشن جاذرينج تكنيكس هي نتورك سكانينج يعني بدي اشوف شو هي عندي على سبيل المثال شو هي الهوست اللي هي شغال اب او اكتف حاليا او شو هي السيرفيس اللي منزل على هوست معين فانا بستخدمها بنستخدم نتورك سكانينج. لكن however SMB is needed for many useful things such as getting reasonable performance across the internet. Okay, like يعني في عندي أنا هان استخدامات يعني ال SMB can misused أو يسوء استخدام عن طريق الأتاكرز لكن إلها برضو أشياء مفيدة على سبيل المثال زي ما حكينا إنه نعمل شكل performance across the internet. So some firewall policy block all SMB traffic, but this is often leads to problems with diagnostics and performance. أنا لما أعمل بلوك لكل SMB traffic بصير عندي مشاكل في عملية التشخيص والتشخيص أو حل أو تشخيص أو trouble shooting للشبكة. Okay. Other common policy allow all outgoing ICMP traffic but limit incoming ICMP to those type and code needed for path maximum transmission unit discovery ICMP code 3 and destination reachability. ففي عندي هاد بحكي انه بعد البوليسي او الاوتجوينج ICMP traffic انه بتعمل allow outgoing ICMP traffic لكن تعمل ليميت للانكمينج اي سي ام بي خاصه للتايبس والكود اللي لهم علاقه في الام تي يو والديسكفري كود والديسكفري اللي هو الهوست اند ريتشابل والديستنيشن ريتشابيلتي ديسكفري والديستنيشن ريتشابيلتي. اوكي سو تو بريفنت مليشس اكتيفيتي فايروول ات نتورك بيرميتر To prevent malicious activity, firewalls at network perimeter should deny all incoming and outgoing ICMP traffic except for those type and code specifically permitted by the organizations. Okay, فأنا بحكي لك إنه بحكي إنه malicious activity الخاصة في ICMP activity firewall لازم يعمل deny all the incoming and outgoing ICMP traffic. باستثناء الانواع والكودز اللي خاصه او المسموحه في الاورجنايزيشنز اللي المنصب فيها الفاير وول. فور اي سي ام بي ان اي في 4 اي سي ام بي تايب 3 اللي هي مسج شود نوت بي فلترد بيكوز دي ار يوزد فور امبورتنت نتورك دايجنوستكس. اوكي على سبيل المثال بحكي ان الاي سي ام بي تايب 3 مش لازم نعملها احنا فلترد او بلوكت لأن بتستخدم في عمل في diagnostics أو تشخيص performance اللي في الخاصة بالشبكة.
The ping command, يعني على سبيل المثال, the ping command code 8 is an important ping diagnostics, but incoming pings are often blocked. لأن ما عمل incoming ping, يعني أنا في عندي ICMP ICMP echo request flooding attacks في الحالة هذه. أوكي, فأنا بعمل incoming is outgoing is okay, but incoming بعمله blocked by the firewall policy to prevent attackers from learning more about the internal topology of the organization network. طبعا blocked برضو أيضا زي ما احنا شايفين learning more يعني information gatherings, يعني أنا بعمل gather informations في victim networks, فلازم الفايروول ممكن يعمل blocked لل incoming ICMP code 8. For ICMP in IPv6, many types of mesh must be allowed in specific circumstances to enable various IPv6 address features. طبعا احنا زي ما حكينا ال ICMP في ال IPv6 play crucial roles, يعني cannot simply block it. طبعا part of ICMP, يعني part of IPv6, one of the او احدى البروتوكولز اللي استحدثت في ال IPv6 اللي هي ال NDP او Neighbor Discovery Protocol. النيبر ديسكفري بروتوكول زي ما شرحنا بالاي في 6 بيستخدم 5 مسجز اوف اي سي ام بي في 6. فعلى سبيل المثال هذه المسجز انا ما بقدر اعملها بلوك, لانه لما اعملها بلوك ما بقدر الاي في 6 يعني يصير له اوبريت بشكل طبيعي. فلما نحكي على الفلتريشن او يعني ابلاينج بوليسي على الاي سي ام بي في 6 لازم هنكون دقيقين ونعرف شو هي المسجز اللي ممكن نعملها بلوك مقارنة بالاي بي في 4. يعني الاي سي ام بي مش كتير كروشال زي الاي سي ام بي في 6. طيب خلينا نحكي على البوليسيز بيست اون ابلكيشن. حكينا البوليسي بيست اون اي بي ادريس والبروتوكول, الان نحكي على الابلكيشن. So the application firewall policy is defined by a collection of rule sets. A rule sets define the rules that matches the application ID detected based on the application signatures. Okay. فأنا إحنا هان في عندي application signatures وفي عندي rule sets. Rule sets طبعا إذا في عندي rule sets إذا signature على applications اللي أنا عملت له detect عمل match لا rule sets, فهنا أنا بقدر أعمل له deny أو allow. Okay. So after an application firewall policy is created by adding the rules, you can select that policy to be the active policy in your devices. So the application firewall policy identifies the application ID as unknown application ID under the following circumstances. يعني أنا عندي ال firewall policy بتصنف ال application أو بتعرف ال application ID إنه مش معروف عندها أو unknown applications في تحت هذه الظروف أو الحالات. No application ID matches the traffic. The system encounters an error when identifying the application. Application ID is not identified during failover sessions. فهدول الحالات الثلاثة اللي ممكن إنه firewall policy application firewall policy إنه يعرف إنه application ID has an unknown. Okay. يعني على سبيل المثال في اول بوينتس انه بقول لك انه نو ابلكيشن اي دي ماتشز ذا ترافيك. اوكي, يعني انا ما عندي في الرول سيتس ابلكيشن اي دي اوريدي ماتش انكمينج ترافيك. اوكي, فانا لما عملت اكستراكت للبيانات اللي بتخص الابلكيشن من الترافيك ما لقيت ماتش. اوكي, فهذا احد الاسباب اللي بتكون انه نعرف انه الابلكيشن از انون اور انديفايند باي ابلكيشن فايروال بوليسي. So the policy tane here based on user identity. So traditional packet filtering does not see the identities of the users who are communicating the traffic traversing the firewall. Okay. So the firewall technology without more advanced capabilities cannot have policy that allow or deny access based on those identities. طبعا هنا نحكي على ال user identity. فالفايروال بده يعمل integrate the user identity كإحدى البيانات اللي ممكن يحدد من خلالها عملية الأكسس لليوزرز للفايروول أو نوت. أوكي, so however many other firewall technologies can see these identities and therefore in
Act policies based on the user authentications. One of the most common way to enforce user identity policy at the firewall is using VPN. Okay, إحدى يعني الطرق الشائعة إنه نعمل enforce أو نطبق ال identity policy بالفايروال هي باستخدام ال VPN. طبعا ال user identity يعني أي إشي يعني ممكن أي إشي أو أي بيانات خاصة باليوزر ممكن تحدده. أوكي مثلا يوزر نيم، يوزر نيم اند باسوردز، الاي بي ادرس اليونيك الخاص بال 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 باليوزرز، فكل هذه البيانات هي يعني ممكن تكون تحت نطاق اليوزر ايدنتيتي اللي بيستخدمها الفاير وول عشان يقدر يعمل يعني يقدر يطبق البوليسي اللي هي بتعتمد على اليوزر ايدنتيتي. النوع الاخير عندنا من الفاير وول بوليسيز هو بيعتمد على النتورك اكتيفيتي. في هذا النوع من انواع البوليسيز انه بنحكي انه زي ما شايفين في البوينت نمبر 1 انه many firewalls allow the administrator to block established connection after a certain period of inactivity. يعني انا الفايروول انا عندي او الادمنستريتور ممكن يعمل بلوك لاي established connection لو كان idle او not used for a certain time على سبيل المثال if a user on outside of the firewall has logged into file server but has not made any request during the past 15 minutes the policy might be blocked any further traffic on that connections. يعني في الحالة هذه انه انا اليوزر عمل login للفايل سيرفر لكن خلال 15 دقيقة الاخيرة ما عمل اي request، في الحالة هذه this kind of policy ممكن تعمل block للconnection هذا. So time-based policies are useful in thwarting the attacks caused by logged-in user walking away from the computer and someone else sitting down and using the established. فهذه إحدى ال policies time-based policy اللي ممكن تحل لنا situation هذا. Okay. لكن هذه ال policies can be also bother some أو مزعجة لل users who make a connection but do not use them frequently. على سبيل المثال انه بكون في عندي users connected to file server عمل قراءة للملف لكن يعني عمل spend long time او يعني جلس فترة طويلة عملية ال editing. اوكي لما يرجع بده يرجع للفايل على الفايل سيرفر حلاقي يعمل له block فمش راح يعمل يقدر يعمل له access. اوكي فهذا بكون هو اخر نوع من انواع البوليسي اللي هو network activity. ولهان احنا بنكون هيك غطينا موضوع الفاير وول. طبعا بالنسبه للريفرنسز زي كالعاده ممكن ترجع للريفرنسز هذه او ممكن ترجع انت للريفرنس خاص فيك بحيث انك تفهم الموضوع باكثر تعمق. ولهان بنكون خلصنا المحاضره الفاير وول. ان شاء الله بنشوفكم في الاسابيع في الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.